الناس المصريين عندهم طموح دايما، يقدروا يتطبعوا باي حاجه كيس هما بيتحطوا فيها. يمكن الحياه في مصر بتعلمك ان انت تكون مالتي تاسك، تقدر تعمل حاجات كتير. لما انت بتنزل اي بلد سواء بلد عربيه او مش عربيه، يمكن ما بتلاقيش الموضوع ده هناك قوي، فهم بيقدروا جدا حاجه زي كده. انت قادر ان انت تلف وتلم كل الحاجات دي وكل التوبكس دي، حتى لو انت مش بتعملها كلها فعليا، لكن انت عارف ازاي تأوبريت وازاي تمديريت الموضوع ده. دايما يمكن احنا سامعين عن هي ماجازين من زمان انها بتحب تضيف اثر في المكان، ودايما ليها تواجد وسط الناس اللي شغاله في نفس الفيلد بتاعكم. يعني سواء انت كنت مهندس معماري، او سواء انت كنت مهندس حاجه تانية، او سواء انت كنت في كليه تانية، هي الحاجه دي بتبقى هي حاجه جايه من اهتماماتك من وانت صغير. يعني احنا كلنا مختلفين عن بعض. انا نفسي وانا في معماري لما كنت باخد مواد من اقسام تانية او باخد مواضيع من حاجات تانية، كنت ببقى ضعيف فيها جدا. يعني اما دخلت اركتكتشر لمده سنتين، وبعد كده رجعت تاني قبل رجعت تاني شفت الكشاكيل بتاعتي وانا في المدرسه، لقيت ان هي كان فيها كل الهوامش بتاعتها، ابراج صغيره ومباني ومكعبات وحاجات كده. فعرفت ان انا كان عندي الهوايه من زمان، هوايه التخيل، الكتل، ازاي نبني مبنى، ازاي نركب المربعات على بعض. هو كل واحد عنده هوايات من هو صغير وعنده اهتمامات، فبناء على الاهتمامات بتاعته بيشوف هو يخش ايه. وكل الاقسام بتشغل بعض، يعني احنا كلنا بنحتاج بعض، وكل الكليات بتحتاج بعض. دايما اول بيزنس الواحد بيعمله بيتعلم فيه، وبيبقى فيه ابس اند داونز وحاجات، ممكن مشاكل تحصل لك، ممكن يعني دايما وارد ان اول بيزنس انت تعمله، خصوصا لو كنت عملته في سن صغير، ان دايما بيحصل فيه مشاكل. فانا دايما بقول على نفسي ان انا من المشاكل دي وطريقه الحل بتاعها، والحمد لله ان ربنا يعني رزقني ان انا اكمل 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 رغم كل المشاكل. ان في ناس بتمر بمشاكل تلاقيها وقفت، الناس دايما بتمل. لا، انا شايف ان اي واحد يمر باي مشكله في الشغل، هي كل مشكله ليها حل. فمن 2017 لما ابتدينا مسار، زي ما تقول كده، حطيت فيها الخبرات الصغيره ساعتها اللي كانت عندي، سواء في الستودنت اكتيفيتي او ما بعد ذلك، والاركتكتشر والشغل اللي انا كنت اخدته. زاد ان انا بحب الديزاين جدا وانا صغير. يمكن الهوايه الثانيه اللي كانت عندي ان انا كنت جرافيك ديزاين فتره طويله. كان فتره الجامعه كلها انا كنت اشتغلت جرافيك ديزاين في اماكن كويسه وكان ليا مستقبل فيها، بس كنت برضو اعتبرني ان انا اشتغلت فيها خدت منها برضو الحاجات اللي انا حبيبها اللي هتكمل اركتكتشر. يعني كانت كل حاجه بتصب ان انا في الاخر يبقى ليا المكان بتاعي، ان انا ليا المسار. يعني فحطيت فيها كل الحاجات اللي انا خدتها. لكن برضو يمكن البوينت اللي انا ابتديت فيها مقارنتها بدلوقتي هي بوينت قليله جدا 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 جدا. فمعنى كده ان المكان اضاف لي، وانا اتمنى اكون اضفت طبعا، لكن المكان اضاف لي جدا. اتعلمت في حاجات كتير، اتعلمت من التعامل مع الستاف ده كله، التعامل مع التيم ده كله. جينيريشنز كتير بتيجي ورا بعض، تحس كده ان انت فاهم كل سنه اتخرجت ايه اللي يميزها، وكانت انت عملت فيها ايه، والناس اللي كانت شغاله معاك عامله ازاي. ما بقاش متطلبات السوق زي زمان، متطلبات السوق من 10 سنين غير دلوقتي. نحب ندي الناس الموتيفيشن، ونحب ندي الناس نحسسها ان هي بنشركها في اداره التاسك والبروجكتس اللي هي فيه. فالحمد لله عرفنا نشتغل مع السن الصغير، ان احنا نطلع بالسن الصغير احسن مشاريع. يمكن الناس دايما فاكره ان اي شركه لازم يكون فيها الستاف كله خبرات كبيره وكده. القصه دي يعني انا ما اعتقدش انها بقت موجوده دلوقتي. انت بتحتاج عنصر الخبره لازم، لكن انت في نفس الوقت تحتاج الباشن، وتحتاج الدافع بتاع الناس سن صغير وفريش جرادويتس والجونيورز والحاجات دي. لما تعمل التوليفه بتاعتك بتوصل لنتائج كويسه جدا. يعني يمكن انا شايف ان جزء كبير جدا من نجاح اي تيم ان يكون فيه روح حلوه بين الناس، تحس ان انت تخلق مناخ عمل كويس، هيطلع بتيم شغال كويس، تيم بيحب بعضه، تيم بيتكامل في الشغل. مفيش حاجه بتعطل على حد، مفيش حد بيبقى بيفكر لوحده، وتلاقي الناس كلها تدخلت مع بعض. احنا يمكن اكتر بلد اشتغلنا فيها هي الرياض، واحنا بنحسب نفسنا ان احنا في الرياض من 2017، من قبل الطفره اللي حصلت هناك والفيجن والرؤيه اللي السعوديه طرحتها. فاحنا يمكن شفنا السعوديه قبل التطور على طول وبعد ما الفيجن اتحطت. الموضوع ده طبعا زي ما تقول كده كنا في الفتره اللي فيها كان حصل اختلافات كتير جدا، فجأة كل حاجة بتتغير، فجأة كل الأكواد بتاعة المباني بتتغير، فجأة بيحصل طفرة معمارية في المدينة،
بيبقى في ليها متطلبات جديده فجاه، انواع كلاينتس جديده بتطلع. فيمكن الحته دي ادتنا خبره شويه في السوق بره، يعني يمكن الحته دي لو ما كانتش حصلت ما كناش مرينا بحاجه فادتنا جدا لما احنا دلوقتي نيجي نشتغل هناك ونحط رجلينا هناك رسميا. بقينا قادرين ان احنا نواكب الشغل هناك، لان الشغل هناك طبيعته هي مختلفه تماما عن مصر. هنا احنا شغالين في مصر ولينا بروجكت في مصر ولينا عملاء في مصر، لكن لما انت تطلع بره حتى لو انت شغال في مصر بتلاقي المعطيات مختلفه تماما. الرياض من 2017 اشتغلنا فيها في مركز طبي التخصصي في الرياض، عملنا هناك مشروع لاندسكيب كان حاجه اضافه قويه جدا وتعلمنا فيه. عملنا هناك مستشفى الحرم التخصصي، كانت برضو تجربه كويسه لينا ان احنا نتعلم. كانت اول مشروع نعمله مستشفيات، عملناه في 2019، من اول مره ان احنا نعمل مستشفيات، ولجأنا لميديكال كونسلتنت ولجأنا لكذا، وكانت القصه فيها حاجات حلوه بتضيف لاي معماري، وزي ما تقول كده بتبني شخصيتك الهندسيه او شخصيتك المعماريه. يعني هو يمكن السعوديه الوضع فيها او البلاد العربيه الوضع فيها قريب من الثقافه المصريه، في حاجات هنا احنا بنقدر نتعامل معاهم فيها، وهم كمان بيحبوا يتعاملوا مع المصريين فيها. مجال اركتكتشر من زمان جدا هو بيتم فيه حاجات كتير قوي في مصر هنا للمنطقه كلها، فبالتالي هي مش حاجه غريبه ان المصريين يقدروا يشتغلوا في البلاد دي ريموتلي من مصر. الناس المصريين عندهم طموح دايما، يقدروا يتطبعوا باي حاجه كيس هما بيتحطوا فيها. يمكن الحياه في مصر بتعلمك ان انت تكون مالتي تاسك، تقدر تعمل حاجات كتير. لما انت بتنزل اي بلد سواء بلد عربيه او مش عربيه يمكن ما بتلاقيش الموضوع ده هناك قوي، فهم بيقدروا جدا حاجه زي كده. انت قادر ان انت تلف وتلم كل الحاجات دي وكل التوبكس دي حتى لو انت مش بتعملها كلها فعليا، لكن انت عارف ازاي تاوبريت وازاي تمديريت الموضوع ده. هو يمكن اول ناس عملوا الفنتيليشن وحلول البيئه والانفايرمنت كنترول والحاجات دي كانوا المسلمين ومن مصر من هنا، فاحنا الموضوع ده مش غريب عننا. احنا المشكله ان احنا دايما بنبقى عايزين نقلد حاجات تانية او نلجا لحاجات تانية بدون وعي وبدون فيجن، فاللي بيحصل ان انت ما بتشوف حاجه تانية بتقلدها في مكان غير مكانه، هو بالتالي هي مش هتركب عندك كويس، فبنضيع في الموضوع ده وقت طويل وفي الاخر بنيجي نلغي كل اللي حصل. لا اللي في مصر هينفع يتعمل بره مصر ولا اللي في بره مصر هينفع يتعمل في مصر. احنا عندنا هنا المناخ بتاعنا يمكن احسن مناخ في المنطقه، الموضوع مناسب جدا ان احنا عندنا مناخين مختلفين سواء في شمال مصر او في شرق مصر، والمناخين دول مناسبين جدا ان حاجات كتير تظهر وان حلول بيئيه كتير تطلع. عشان كده بتلاقي من زمان قوي لو رجعت بالزمن تلاقي مثلا المنطقه بتاعت قاهره المعز، المنطقه بتاعت جامع سلطان برقوق وبيت السحيمي والمنطقه اللي هناك دي كلها فيها انفايرمنتس حلوه قوي. جرب تخش اي مكان من الاماكن دي صيف هتلاقي جو حلو، جرب تخش شتاء هتلاقي جو حلو. احنا يمكن الفتره الجايه مركزين قوي ان احنا نقوي الابروتش بتاعتنا بره مصر. احنا ابتدينا دلوقتي في الخطوات بتاعته جلوبالي لكل المنطقه اللي حوالينا الاول، بعد كده بعد ما نبقى لكل المنطقه اللي حوالينا ممكن نبعد اكتر. خلينا نتكلم في الخطه اللي هي القريبه. فحاليا احنا بنقوي السيجمنت بتاعتنا بره خلال البرانشز بتاعتنا. جوه مصر برضو ابتدينا ان احنا نشتغل مع الديفلوبرز، احنا ما كناش اشتغلنا مع الديفلوبرز قبل كده، كنا بنشتغل مع كلاينتس بشكل مباشر. ابتدينا ان احنا نقوي قصه ان احنا نشتغل مع الديفلوبرز. الشغل دايما في الوقت اللي بيبقى فيه طفره عقاريه في مصر وخارج مصر، موضوع خادمنا دلوقتي ان الطفره العقاريه مش بس في مصر، والطفره العقاريه دي معاها وعي كمان جديد ومعاها فيجن جديده، فهي لازم الواحد دايما يكون ليه فيها بصمه وليه فيها ايد، لان الموضوع ده بيعلمه والحاجات دي دايما اللي بتصنع الشركات.